السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الحديد اليوم وجاءت الأسعار من أرض المصنع اليوم 21/8/2022 كالتالي: سجلها متوسط سعر الحديد في شركة عز 17670 جنيه للطن، حديد بشاي 18070 جنيه للطن، حديد العتال 18050 جنيه للطن، بينما سجل الحديد المصريين 17570 جنيه للطن، حديد الجرحي سجلها 17850 جنيه للطن، اما حديد الكومي وحديد الجيوش، حديد العشري، حديد المعادي، حديد مصر ستيل سجلوا 18000 جنيه للطن، وحديد الدخيله سجلها 18170 جنيه للطن، والمراكبي 17850 جنيه للطن، حديد عطية 18070 جنيه للطن. أما الأسعار في المصانع الاستثمارية فيتراوح ما بين 17200 و 17500 جنيه، ليصل للمستهلك ب 17500 و 17700 جنيه. فضلك اللي ما اشتركش في القناة اشترك في القناة ويفعل الجرس ودعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.